بعد فاجعة الطف اقتيد سبايا أهل البيت عليهم السلام مع الجيش الأموي إلى قصر الطاغية يزيد ليشمت بهم. فقد حدث ما لم يكن متوقعا، فلبوة الرسالة زينب الكبرى أذاقت يزيد الذل والهوان بخطبتها في قصر يزيد، وقالت: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها. فحدث ذلك بالفعل. عاد سبايا أهل البيت عليهم السلام إلى كربلاء في 20 من شهر صفر سنة 61 للهجرة، وهو 40 الحسيني. فزاروا المضجع الطاهر لسيد الشهداء وأصحابه، وأقاموا العزاء في تلك الأرض المقدسة. ويذكر التاريخ أن الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري بمعية عطية الكوفي وصلوا كربلاء قبل وصول قافلة أهل البيت سيرا على الأقدام، وكان أول زائر إلى قبر سيد الشهداء عليه السلام. ذكر الإمام الحسن العسكري عليه السلام في حديث له 5 علامات للمؤمن، إحداها زيارة الأربعين. زيارة الأربعين وصلت إلينا جيلا بعد جيل، ولم تتوقف حتى في أصعب الظروف وأقساها، بدءا من أيام ظلم الأمويين والعباسيين وتعسفهم حتى أيام النظام البعثي. مع سقوط النظام الصدامي المجرم أعيد إحياء الأربعين في العراق، وتوافد محبو الإمام الحسين عليه السلام من جميع أنحاء العالم ليشاركوا في هذه الزيارة العظيمة، حيث زادت أعداد الزائرين أكثر من 20 مليونا. وكل عام تزداد الأعداد أكثر فأكثر في مسيرة مذهلة لم يوجد لها مثيل أبداً.